أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي. اليوم نرحب بضيفتنا العزيزة علينا جدا جدا، واللي يعتبر زميلة في بلاط صاحبة الجلالة، السيدة نشوى الديب. أهلا بيك. أهلا بيك وسعيدة أكون موجودة معاك. أهلا وسهلا بحضرتك معانا والله. بالنسبة طبعا حضرتك عملتي أديتي دور كبير جدا في البرلمان في الفترة الأولى والفترة الثانية. طيب أنا عاوز أعرف، كان هناك تسابق من الناس على أنهم يديهم صوتك، عاوز أعرف إيه السر في كده يعني؟ اتفضلي. الحقيقة اللي لقبني بسيدة البرلمان جريدة الأهرام العظيمة العريقة، تمام، في محاولة لتحليلها الحالة اللي كانت عليها الفصل التشريعي الثاني أو انتخابات للفصل التشريعي الثاني. في الحقيقة كانت حالة مش مكررة كتير في الشارع المصري من سنين طويلة، وهي إن الناس تتسابق علشان تختار إنسان بعينه. الناس تتسابق علشان تعمل حملة انتخابية، هي بقت الشوارع بتعمل حملة انتخابية، الناس هي اللي بتعمل الدعاية بنفسها، الناس هي اللي بتدعو للانتخاب نشوى الديب. في الحقيقة ده نتيجة 20 سنة من الشغل في الشارع، نتيجة إن أنا وسط الناس، ونتيجة إن أنا معبرة عنهم. أنا ما سبتش حد، ولا كانت في مشكلة، ولا حد خبط على طلبني أو خبط على مكتبي أو على بابي حتى في بيتي إلا وكان في استجابة. إن أنا عشت الناس فعلا بمشاكلها وأفراحها وأطراحها في كل شيء، يعني تطبيقا، محاولة مني لتطبيقا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. وأنا قبل حتى ما منجح في الفصل التشريعي الأول بالفعل، يمكن شغلتي كصحفية برضو وفرت لي وسائل كتير قوي من الوصول إلى أيوة بالضبط المسؤول، وان انا اكون موجوده وسط كثير جدا. يعني حضرتك لو تعرف امبابه، اهم مشكلتين كان في الفتره السابقه بجانب اللي حصل في الكنائس، الهبوط اللي حصل في الامام الغزالي، والبيوت اللي وقعت في زكي مطر. المجموعه دي انا بيت مع الناس في الشارع ايام علشان نحل المشاكل ديت، وما سبتش اي حد يعني. ولهذا لما نجحت في الفصل التشريعي الثاني أكملت المجهود. عايز أقول لحضرتك، كان الفصل التشريعي الأول أنا كنت جايبة 33,500 وكسر. ما شاء الله. الفصل التشريعي اللي أنا فيه دلوقتي أنا جايبة 71,000. تخطيتي كانت بنسبة تقريبا 87% من قيمة الأصوات، ومعنا السيدة الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي خدتها من الجولة الأولى، ولهذا لقبت بامرأة البرلمان أو سيدة البرلمان. في الحقيقه انا مش من لقب، الله يخليك، الله يبارك لك، ميرسي. نائبه الغلابه ونائبه النائبه المرأة الحديديه ومش عارفه اللي انت حضرتك بتنزلي الشارع، احنا بنسمع كتير. الحمد لله انا بقعد مع الناس، انا وسط الناس، انا مين الناس. فالناس مش حاسه، الناس بتتعامل معايا لا مسؤول ولا برلماني، الناس بتتعامل معايا سند ومنهم. فما بيتعاملوش، مفيش بيني وبينهم حجاج، مفيش حاجز، مفيش يعني. وانا اتربيت فعلا وسطهم، انا من امبابه اصلا يعني، اتولدت كل عمري هناك يعني. ربما ما اتولدتش في نفس امبابه، لكن كل حياتي امبابه من طفولتي الصغيره وانا بيبي يعني. طيب وبالنسبه لحضرتك لملف التعليم، طبعا ده عمود اساسي من اعمده الدوله، وكنا حابين حضرتك نقول فيه الانجازات اللي حضرتك عملتيها في الفتره السابقه. الحقيقه كانت والجديد طبعا، المقترحات الجديده اللي حضرتك بتقدميها طبعا في ظل كورونا والتداعيات بتاعتها. ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني احنا كنا محتاجين في الجيزه بقى في اكملها، المحافظه باكملها، كنا محتاجين الى مدرسه فنيه صناعيه للبنات. يعني مفيش الا مدرسه واحده كان بس في مدرسه في المنيب. فتصور اللي بيجي من اوسين بيروح المنيب، اللي بيجي من كل مكان فيك يا جيزه بيروح على المنيب، البنات بتاع اولادنا بيتبهدلوا كل البهدله ومشقه، ومشقه ماليه بجانب المشقه الجسديه، وجهد كبير جدا جدا وهكذا. وبكل تاكيد المدرسه ما كانتش بتكفي. ليه خصصت مدرسه فنيه؟ يعني ما كان في حاجه مثلا مدارس طبيه؟ ما فيش الا
واحده بس، مدرسه واحده فقط لا غير. يمكن التمريض اللي بيحل المساله دي ان في فصول داخل المستشفيات. تمام. يعني مدرسه مثلا في فصل تمريضي في مستشفى الموظفين في هو ده فعلا الصناعيه دي هتوفر فرص عمل للبنات ففي فصول موجوده. لكن تمام. الصناعيه دي ما فيش الا واحده بس على مستوى الجيزه كلها. ولهذا انا يعني حاربت علشان ناخد الارض دي اللي اتبنى عليها اللي اتبنت عليها المدرسه والارض كانت كبيره، ربنا يديله الصحه يا رب والعافيه. رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل هو بالفعل اللي ساعد معايا، لان الارض كانت مطروحه للاستثمار اصلا. تمام. وما كانش هتعمل عليها مدارس ولا منفعه عامه. وبالتالي لما بالفعل الحمد لله قدرت ان انا اخد منه الموافقه على ان تتعمل مدرسه كانت المساحه تكفي ان يبقى مجمع مدارس. فاصبح هناك بدل المدرسه ثلاث مدارس ما شاء الله. تمام. مدرسه فنيه صناعيه للبنات، مدرسة لغات رسمية، ومدرسة تعليم إلزامي ابتدائي وإعدادي. بس يعتبر الخاص بالبنات اللي هو الخاص بالبنات الفنية. المدرسة الفنية الصناعية طبعا بنات. عشان ده كنا لسه هنسحرك على دور المرأة في الموضوع التعليم اللي حضرتك اختصتي بيه شوية يعني. في الحقيقة احنا يعني المدرسة دي هيكون لها مكانة كبيرة، هتخدم على كل محيط الأماكن القريبة من منطقة إمبابة، على الأقل تبقى شمال وجنوب وشرق وغرب في الجيزة، يبقى دي نصها ودي نصها لغايه لما ربنا يسهل به مدارس اخرى. طب في بالنسبه لحضرتك في اقسام اخرى ان شاء الله. ده بالنسبه للتعليم يعني الصحه، انت شايفه ان الادارات الصحيه اللي موجوده في امبابا محتاجه دعم اكتر؟ خلينا صراحه في محاوله للتطوير، نعم في محاوله للتطوير. هل وصلنا الى ما نصبو اليه والهدف بتاعنا وما نتمناه؟ لا. تمام. بكل تاكيد. تمام. في تطوير بيحصل في مثلا انا دخلت معهد شلل الاطفال وسمعوا الكلام في التطوير. تمام. في موازنه الدوله سابقا، لكن للاسف الشديد اشتغل شويه وبعدين توقف. حضرتك برضه في بالنسبه لمستشفى الحميات حضرتك مستشفى الحميات بس خلينا اتكلم واحده واحده من دول. طيب ليه توقفت؟ ما تعرفش، مجرد تغيير المسؤول نفسه في الهيئه العامه للمعاهد والمستشفيات اتغير، اتوقف العمل فيه، و يعني محتاج انك انت بقى تدخلت وكلمت الوزيره وقريب هقابل المسؤول علشان نطلع بدفعه للامام تكمله هذا المشوار. في تطوير في صدر الحساسيه والصدر، مستشفى الصدر في امبابا شغاله برضو بقالنا فتره شغالين بيكملوا. عارضة فكرة ان احنا ناخد جزء من معهد الفن الصحي اللي على النيل، في حوالي 600 متر على النيل عاملينها الوزارة عاملها جراج. طب اديها للمستشفى اعمليها اكستنشن هذا الطلب انا طلبته من الوزيرة بقالي اكتر من 3-4 سنوات. للأسف الشديد لغاية دلوقتي لم يتم بعد. بعيد مرة تانية الطلب، وطلبته بالفعل وعملته الأرض دي طبعا مين يا فندم؟ الوزارة، وزارة الصحة طبعا والمعهد تبع الوزارة. فما فيش الجزء الفاضي ده اللي على النيل اعملوا اكستنشن للمستشفى اللي اولا صغيره جدا وبتخدم على كتير جدا، مش بس على الجيزه، بتخدم على اللي جايين من رود الفرج وعن شبرا وعن مش عارف احياء كل معظم الاحياء المرتبطه كتيره جدا جدا. طيب يعني احنا محتاجين بس سرعه في الاجراء وسرعه في الدراسه، لما يكون في فكره جوها يعني مقبوله جادة وبتخدم يبقى في مساعده يلا يعني في يلا في ولو ما فيش فلوس الأرض مش تبع دوله تانية تقدر تدعم. لا احنا لو خبطنا على اي بنك من البنوك اللي بتمد الايد بالفعل وبتبني مدارس وبتعمل تطوير جانب تنموي وجانب يعني بنيه تحتيه بكل تاكيد. الحميات بقى انا واخده موافقه من الفصل التشريعي اللي قبل السابق الاول على موافقه لمستشفى اسنان وتطوير المستشفى نفسها بتاعت الحميات، لاني لازم يحصل تطوير. وبالفعل دكتور محمد صلاح قبل ما يمشي في الحقيقه وافق
بعد موافقة الوزيرة وبعد ما ودت له الطلب بتاعي اتوافق بالفعل على وجود مبنى كبير يتبني داخل أرض الحميات، وخاصة أن عندنا 13.5 فدان فاضي مع التطوير، اتاخد منه جزء ليه مركز لعلاج الإدمان. بالحقيقة أنا كنت خدت شوط كويس قوي فيه، وكان وصل لإلني الدكتورة هالة السعيد كان قررت له، نظرت فيه وبعتته الميعاد علشان يقول هم عايزين كام. ولكن في زميلة ربنا يديها الصحة والعافية، وإن شاء الله يكون لها بإذن الله في المرة التانية اللي جاية الفصل التشريعي الثالث نصيب انها تكمل مشوارها معانا. الله اعلم بالعمر بقى الواحد مين اللي هيكون موجود، لكن بتمنى هي كملت المشروع بالفعل، قدرت تجيب فلوس وكملت هي المشروع، فربنا معاها ويجازيها كل الخير عن اللي عملته ده. ان شاء الله قريب باذن الرحمن انا يعني بحاول ادفع في مساله اني تتعمل مدرسه، عفوا مستشفى للاسنان وتطوير المستشفى نفسها بمبنى جديد. تمام. مستشفى التحرير برضو حصل فيها تطوير. ومعظم المستشفيات دي دلوقتي اصبحت طبعا تعرف حضرتك دخلت العزل، وفي مستشفى امبابة العام، مستشفى امبابة العام برضه امبابة العام المفروض هي مستعمله امبابة، لكن هي في المهندسين فهي لا تخضع ليا، ولكن طبعا احنا بنخدم فيها تطوير طبعا. واحد الزملاء تبرع فيها ببعض حاجه خاصه بالاكسجين بتاع، فشكرا لي طبعا. اي عمل خير احنا بنقول له برافو وبنثني عليه بكل تاكيد. الناحيه الصحيه خلينا للوحدات الصحيه، الوحدات الصحيه كنت قبل كده زرت كم وحده صحيه، الصراحه المستوى فيها مش قوي يعني. كل وحدات الصحية على مستوى الجمهورية هتلاقي فيها مشاكل ومستوى فيها متدني بكل تأكيد. ولو لقيت المبنى مش هتلاقي الطبيب، ممكن ما تلاقيش الأجهزة، ممكن كذا نطلع فاصل ونرحب بيك مرة تانية ومع الفاصل، وبعد كده نستكمل حوارنا مع السيدة النائبة المحترمة نشوى الديب. أهلا أهلا. مرة تانية عدنا لكم مرة تانية مع السيدة النائبة المحترمة نشوى الديب. الأستاذ محمود هيوجه الأستاذة نشوى موضوع من الأسئلة. بالنسبة حضرتك لموضوع الشباب، حضرتك قدمت فيه يعني تقدمت فيه مقترحات كتيرة في الدورة السابقة، كنا عايزين نعرف مقترحات حضرتك بقى في الدورة القادمة إن شاء الله يعني. بص، الشباب 65% من شعب مصر شاب، فمصر شابة. تمام. وبالتالي الاهتمام بالشباب ده يجي في مقدمة أي حكومة وأي نظام وأي حد بيفكر في مستقبل الوطن. وبالتالي الشباب عايز إيه؟ الشباب عايز يدرس في مكان لائق، يتخرج يلاقي شغل، يلاقي سكن، يتخرج من يلاقي بعدها سكن عشان يتجوز، وهكذا. مسائل بسيطة وواضحة للغاية، وكلها مسائل إنسانية وطلبات مشروعة ومنطقية وكل حاجة. إن حليت كل الخطوات ديت، أنت يعني صعدت بشبابنا لفوق وقدمت لهم بالفعل حياة كريمة كما يشاء، وحاربت حاجات كتيرة جدا، حاربت الشائعات، حاربت المخدرات، حاربت الإدمان اللي للأسف أصبح موجود بشكل كبير جدا. يعني احنا لما بنتكلم على الإدمان مثلا على سبيل المثال، ودي مشكلة حقيقية وظاهرة حقيقية، ظاهرة موجودة فعلا، أنا بقول ظاهرة علشان بس كلمة ظاهرة كلمة كبيرة نحدد المفاهيم بتاعتها. أصبحت ظاهرة موجودة ومنتشرة، وأصبح يعني مواجهتها يعني لابد منها. ولهذا يمكن مبادرة السيد الرئيس في الكشف على أي إنسان في أي مكان في الحل وغيره، والإدمان وغيره المخدرات، يمكن تحد، لكن مش هو ده برضو الحل الوحيد. تحد شوية، لأن كل واحد هيبقى فيه رادع
بيقول له لا خلي بالك انت ممكن تتمسك في اي مكان وينكشف عليك وتتسجن. وفي برضه حركه الكشف على الموظفين في المؤسسات الحكوميه بكل تاكيد. لكن كل ده ما هوش كفايه. كل ده يعني مش الكفايه في ايه؟ املى فراغ الشباب وقت الفراغ اللي عندهم، وقت فراغهم نتيجه عدم شغلهم، وقت فراغهم لان ما فيش مراكز الشباب بتستوعبهم. الطاقه الموجوده لدى الشباب ما هياش للاسف موجهه توجيه سليم، فبتروح غلط. طب هو حضرتك ليك رؤيه طيب واقتراح في المساله دي؟ طبعا، اولا التنميه الحقيقيه، ان يبقى في فرص عمل للشباب بالفعل، ان يبقى في وعي وتوعيه بقيمه العمل، لان احنا بقالنا سنين جدا بنبلطج على نفسنا قبل ما نبلطج على الدوله. كويس. وبالتالي يعني محتاجين يتزرع جوانا واحنا اطفال صغيرين، واحنا في التعليم ما هو هنا يدخل فيها النشء والتعليم وغيره، ولكل اللي بتسمعه في الاعلام والمسجد والكنيسه وغيره، ازرع جوايا قيمة العمل وقيمة الوقت وقيمة وقيمتي أنا كإنسان في الحياة. فعلا. إن أنا لازم يبقى ليا رسالة عايشة علشانها. وبالتالي لو وصلت للدرجة دي وحققت لي فرص العمل هشتغل، لو حققت لي فرصة إن يبقى الطاقة اللي عندي دي كشاب موجهة في رياضة، موجهة في موهبة ما موجودة عندي، تفريغ طاقة الشباب. تفريغ طاقة الشباب، وزارة الثقافة عليها دور، وزارة الشباب عليها دور، الأوقاف عليها دور، الأزهر عليه دور، حضراتكم مع كل الصحافة والإعلام المجتمع المدني دور، المجتمع المدني عليه دور. كل ده لو تضافر الأمر وأصبح في تنسيق استراتيجية كده للتفاعل مع شباب بلدنا، صدقنا هنوصل بيهم الى بر الامان. وكان في حاجه حضرتك عملتيها مع وزير الشباب وزير الشباب، كنت حضرتك فاكر انت عملت معاه لقاء برضو لتدعيم الشباب. عملت معاه لقاءات، انا احنا كنا عاملين كاس امبابه، ده بقاله دلوقتي 5 سنين شغال، يا رب المره دي نقدر نعمله، بقالنا كورونا كانت منعت ان احنا مبادرة نعمل. السيد الرئيس السيسي مبادره عظيمه جدا جدا، وتعد انجاز ولا يقل اهميه عن انجاز قناه السويس، حياه كريمه. نعم طبعا، دي طبعا المبادره دي طبعا هتحول مناطق سواء جوا او القرى الى مناطق تمثل المدينه. طبعا. ايه رايك في المبادره ورؤيتك ليها ايه، وازاي المبادره دياتي نخليها على ارض الواقع؟ نعم. تسمح لي برضو اضيف بس قبل على النقطه السابقه، احنا قلنا مجتمع مدني، مجتمع مدني مش جمعيات اهليه بس، مجتمع مدني كمان احزاب. يعني لازم الأحزاب يبقى عندها برامج تخص الشباب بشكل قوي جدا وفعال جدا. يمكن كان قريب الحزب الناصري بصراحة، لأن أنا أصلا كنت ناصرية، أنا المرة دي مستقلة، لكن أنا ما زلت على صلة بيهم. بيحاول إن هو يعمل مشاريع ومبادرات جيدة في هذا الأمر، إن شاء الله في الفترة القادمة هيطلع بيها مبادرة حياة كريمة. وزي ما تعودنا من السيد الرئيس، يعني اللي ربنا يعني منحنا إياه وهبنا إياه في وقت كان صعب جدا جدا على مصر، هذا الرجل محب لهذا الوطن بجد، لأن اللي يفكر في صحة الإنسان المصري، اللي يفكر إن هو يمكن الإنسان المصري ويأمن الإنسان المصري ويأمن بلدنا ويحطها على تراك الدول المؤثرة عالميا، اللي هو بيدينا فرصة النظر إلى المستقبل وإحنا مطمئنين إلى حد كبير. الاستقرار برضو حركة طبعا كبير طبعا يعني. لا شك الرئيس لما فكر قبل حياة كريمة في تطوير العشوائيات، إحنا عندنا تقريبا 1400 منطقة عشوائية في مصر، تقريبا معظمها شغال فيها. يعني احنا عندنا في امبابة مثلا، احنا خلاص تقريبا 99% من الشوارع اتمهدت واتبلطت وغيره، باقي شوارع سفلتة، باقي شوارع كذا. انا بقول منطقة لا هي كبيرة ولا صغيرة من المناطق العشوائية، هتلاقي كل دوت موجود. المترو بيشتغل عندنا، هيعمل يعني نهضة حضارية رهيبة عندنا في امبابة، مدارس بتتعمل، مستشفيات بتتعمل. يعني لو خدت كل منطقة وبصيت فيها هتشوف الصورة
جزء من الصورة الكبيرة اللي موجودة عليها مصر. تمام. احنا كلنا دلوقتي بنمشي في الشوارع بالجي بي اس. اكيد. نتيجة التطوير في الطرق والكباري اللي في كل مكان. والله انا بمشي على الجي بي اس فعلا. لو الطرق احنا كنا رايحين شرم الشيخ كل الزحمة وفك كل يعني حاجة مبهجة حتى الجمال نفسه يعني ما بقتش الكوبري وبس لا ده كوبري وتحتيه كافيه لذيذ ومنظر حلو يعني حتى بيغير في سلوك المواطن المصري ان هو يقعد في اوبن اير بتاع يعني حاجه كريمة. حياه كريمه حياه كريمه 450 4500 عفوا قريه اللي قعدنا 30 سنه بنتكلم عن الصرف الصحي والميه وتوصيلها وفوجئنا بان 70% منها ما عندهمش بالظبط لانه كانت ناس محرومه من الكهرباء ناس محرومه من تفكر في هذا للاسف الشديد للاسف الشديد وحكومات طويله طويله الامد وطويله العمر كانت معانا الحمد لله ربنا بعدنا عنهم يعني كره واهل وشعب محروم من الميه النظيفه محروم من الصرف الصحي محروم من الكهرباء محروم من الغاز محروم من الخدمات اللي اذا كان في بريد المعاشات الحاجات دي كلها ليه ده اقل القليل اللي المفروض الانسان يعيش عليه فلما يبقى في مبادره بالقيمه دي بالروعه دي ان بتحترمني انا كانسان مصري ان انا اخد حقوقي الاساسيه في اني برضو دور اعيش في معك. شارع نظيف ان كذا وكذا دي بقى اللي قامت بيها اللي قامت بيها دقيقه ونص والختام عشان حضرتك بس اتكلمنا على معلش الوقت حضرتك ممتع واحنا الوقت كله تعيش يا بنت يعني عايزه اقول ان هذا المبادره هي بتعيد للانسان المصري وبتخلق للانسان المصري حياه كريمه بالفعل بتقوم بوزارة التضامن بالحقيقة على التوازي محاولة لرفعة وتوعية الشعب المواطن في هذه الأرياف بالكثير من القضايا الهامة الوطنية. نقطة مهمة، هل ترى أن المرأة حصلت على حقوقها الآن؟ يعني حصلت بكتير طبعا احنا بنعيش العصر الذهبي لا شك يعني للمرأة لكن لسه ما زال عندنا الوقت خلص وعلى موعد بلقاء ونلتقي بكم ان شاء الله باذن الله الاربعاء القادم كان معكم خالد السيد ومحمود الفرماوي اهلا بك شكرا جزيلا اهلا بيكم اهلا بيكم ان شاء الله الوقت انتهى بسرعه احنا عايزين حلقات قعدنا دي 5 دقائق ولا ايه؟ لا 25 دقيقه بتتكلم جد؟ لا 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 انتوا لا كده اتسرقنا كده الحديث معك شيق وممتع احنا ان شاء الله نعمل حديث حتى في الجرايد